مرحبا جميعا، اليوم جايب لكم اكثر 10 دوما مرعبه في لعبه 5 ليالي في فريدي. لا تنسوا الاشتراك. ويلا المرتبه العاشره جولدن فريدي، وبيتواجد بغالبيه اجزاء لعبه 5 ليالي في فريدي. طريقه ظهوره بالجزء الاول صعبه، لان راح يظهر اذا طلعت صورته في الكاميرا، وبعدها صوت ضحك لفتاة صغيره، وما فينك تمنعه من الدخول لعندك اذا سكرت الابواب. مجرد ما تنزل الكاميرا راح تلاقيه امامك، لكن اذا كنت سريع وسحبت شاشه الكاميرا للاعلى اول ما تشوفه، هالشي راح يمنعه من الهجوم عليك. واذا بدك ما يطلع ابدا لا تشوف الكاميرا يلي بالويست هول، لكن هيك راح تخلي بوني يقرب عليك وما فينك تراقبه وقتها. المرتبه التاسعه انارت، بيظهر معانا بالجزء الخامس من اللعبه. هو عباره عن الهيكل الداخلي للدميه العاديه لكن بدون شكل، وفي على وجهه قناع مهرج نصف مفتوح. بنشوفه لإنارد بجزء سيستر لوكيشن، وبيكون متواجد بنهاية اللعبة لما بتوصل لغرفة غريبة بعد ما تتبع تعليمات الدمية يلي عم تحكيك. وهناك بيشتغل الضوء وبنشوف إنارد خلف الزجاج وعم ينظر إلنا. كل شي حوالينا دمى مفككة من فوكسي أو فان فريدي وبالورا، وسبب تفكيكهم كان لأن إنارد حاول يسرق شكلهم الخارجي وما قدر. هون بتعرف إنه قرر يسرق جسد الشخص يلي عم نلعب فيه، وبيقوم بشغل وحدة من الآلات يلي بتقتلنا، بعدها منموت وهو بيستوي على الجسد وبصير له. المرتبة الثانية مانجل نايتميرز، أول ظهور داخل فناف الجزء الرابع. إذا نظرنا للنسخة العادية فكان هو يعتبر من الدمى المخيفة باللعبة. شو رأيك في حال لو تم إصدار نسخة مرعبة أكثر منه؟ مثلا مانجل وأسنانه البارزة وشكله المشقق يلي بتكشف عن مظهره الداخلي الغريب والمريب. هون عم أحكي عن مانجل نايتميرز، رح يظهر لأول مرة في الليلة الثانية ويحاول دخول غرفة النوم من أي من البابين. إذا منعته عندها رح ينتقل إلى الخزانة يلي داخل الغرفة ويحاول الدخول منها للوصول إليك. حتى تمنعه لازم كل شوي تقوم وتفحص الخزنة إذا موجود فيها. طبعا الدمى الثاني يلي باللعبة رح تعذبك معه، بقى لازم تبذل قصار جهدك حتى تقدر تنجو ضد مانجل نايتميرز. المرتبة السابعة بالورا، الظهور الأول إلها في فريدي سيستر لوكيشن. بتعد بالورا أكثر الأنيماترونيك شبيهة بالبشر من حيث الشكل والتحركات، وإذا نظرنا عليها فغير شكلها الغريب يلي بيشبه البشر لكنها أيضا تشبه راقصين الباليه العاديين. لما بدها تهجم عليك رح يتفكك وجهها لشكل مرعب يلي بيتضمن مثل عيون البشر الحقيقيين. طريقة هزمها تبدأ بالورا فقط خلال الليلة الثانية. لحسن الحظ فإنها ما رح تشوفك لأن عيونها دائما مغلقة، لكنها رح تصطادك بالصوت أثناء مرورك بغرفتها، فلازم تتحرك بهدوء وانتبه إلى صوت الموسيقى. كل ما ارتفعت معناها أنه عم تقترب منك أكثر وأكثر. المرتبة السادسة نايت ميروني، أول ظهور إله في فناف ألتيميت كاستم نايت. بيطلق عليه اسم نايت ميروني وأيضا اسم نايت مير بوبيت. هو عبارة عن نسخة جديدة من نايت ميرز تم الكشف عنها مع تحديث الهالوين. أول ما تشوفه راح تلاحظ شبه كبير بينه وبين سلندر مان، هاد غير ضحكته الغريبة وقت يقترب منك. بتقدم هاي الدمية واحدة من أغرب تصاميم الأنيماترونيك حتى الآن. بالنسبة لطريقة إيقافه فالنايت ميروني بيتبع نفس طريقة هجوم بقية الدمى في الجزء الرابع من فناف، وبإمكانه أنه يهجم من جهة البابين أو من داخل الخزانة اللي بالغرفة، لكن لحسن حظك لما بيكون ضدك فما راح تهجم عليك أي دمية غيره، لكن بدل هيك فهي رح تعوضك بهذا الشيء ورح تكون دمية عدوانية بشكل كبير، رح يحاول يهجم عليك بسرعة وبأكثر من مكان حتى يقضي عليك بالكامل. المرتبة الخامسة نايتمير فريدي، أول ظهور إله في فناف الجزء الرابع. بتميز بالأنياب الكبيرة والمخالب غير جسمه الممزق. فريدي نايتمير أحد أكثر النسخ رعب حتى الآن. الجزء الرابع بينفصل إلى ثلاث أشكال من دمى فريدي الصغيرة. إذا وجهت الضوء على الدمى فما رح يهجم عليك، وبكونوا خلفك فوق السرير. بعد ما تفتح الضوء عليهم رح تبعدهم لمدة من الوقت حتى تقدر تصد بقية الأنيماترونيك. الغريب إنه كيف هاي الدمى الصغيرة عم تجي وعم توصل لفوق التخت. في نظرية بتقول إن فريدي دائما موجود أسفل التخت في الجزء الرابع من اللعبة وعم ينتظرك حتى تنساه ليهجم عليك. وطريقة تغلبك على فريدي نايتمير، أولا هو بيختلف عن بقية الدمى مثل ما قلت طريقة الهجوم، لأن ما رح يحاول يهجم عليك من البابين أو الخزنة، لكنه رح يرسل دمى صغيرة للتخت خلفك حتى يستدعي نفسه. فأفضل طريقة لإيقافه هي عن طريق فحص التخت خلفك كل فترة من الوقت مع استخدام الضوء لإبعاد الدمى. المرتبة الرابعة سيركس بيبي، الظهور الأول في فريدي سيستر لوكيشن. سيركس بيبي مثل ما بنعرف عن تاريخها إنه ويليام أوفتين هو اللي أنشأها، لكن الغريب إنه صنعها حتى تكون دمية للأطفال، ما من أجل تسليتهم مثل ما متوقعين لكن من أجل خطفهم مثل ما بنعرف قصة فناف، إنه هاي الدمية كانت مسؤولة عن خطف الأطفال. ولكن وقعت الكارثة لما بنت يلي صنعت الدمية قامت باختطافها ووضعتها داخل أحشائها وماتت طفلة ويليام.
وحدة من النظريات بتقول انه روح طفلي دخلت الدمية. اولا رح تشوف شكلها مان مرعب، لكن لما تكشف على حقيقتها الاشياء المخيفة رح تظهر، على الرغم من انه هي العدو الرئيسي باللعبة، لكن باغلب الاوقات ما بتهاجمنا بل بتدلنا على الطريق اللي لازم نمشي فيه مشان توقعنا بالفخ ونروح لعند انارد وهنيك يقتلنا. المرتبة الثالثة بديباب، الظهور الاول بفريدي سيستر لوكيشن. غالبا منفكر ان الدمى الكبيرة هي الاكثر خطورة ورعب، لكن في بعض الأوقات ممكن الأشياء الصغيرة تكون مريبة ومرعبة أكثر من أي شيء تاني، لأنها فينا تختبئ بأي مكان وتفاجئك، مثل دمية بيدي باب اللي هو عبارة عن مخلوق شيطاني بيشبه الطفل. بيوصل عدد دمية بيدي باب إلى 7 داخل اللعبة. رح تواجه الدمية بالليلة الثانية وما هو صعب أبدا أنك توقفهم، لكن لازم تلتزم بالتعليمات. أول شيء أنه تم مختبئ، وبعدها تحاول ما تنظر إلى عيونهم، إذا نظروا إليك إذا حاول يفتح الباب قوم أنت بمحاولة إغلاقه من أجل ما يفوته لعندك يقضوا عليك. المرتبة الثانية أكيد سبرينج تراب، أول ظهور إله في فناف الجزء الثالث. مثل ما بنعرف أن المجرم والشخصية الرئيسية للعبة فناف هو ويليام أوفتين، واللي حاضر فيديوهات عن قصة 5 ليالي في فريدي بيعرف أيضا أنه ويليام أوفتين مات لما ارتدى بدلة سبرينج تراب وهو عم يحاول يهرب من أرواح الأطفال اللي قتلهم، لكن لما دخل للدمية تحاصر جواتها وقامت الدمية بقتله، وعندها روح ويليام انتقلت إلى الأنيماترونيك اللي جثته فيها وصار هو اللي بتحكم بالسبرينج تراب. طريقة هزمه، طبعا سبرينج تراب هو التهديد الرئيسي في الجزء الثالث من فناف، وهو راح يحاول الوصول للمكتب اللي انت عم تحرسه من عدة طرق وأماكن مثل فتحة التهوية، لكن لحسن حظك بإمكانك انك تغلقها إذا حاول الاقتراب منك. أكيد من الصعب انك تحاربه، بس هو مشان هيك في الكثير من الأنيماترونيك الثانيين يلي راح يهجموا معه. لازم تعرف ان كل هدول الدمى مجرد وهم، ما انهم واقعيين، ولازم تحاول تمنعهم كلهم من الوصول اليك، وهذا راح يكون من اصعب الاجزاء بالسلسله. المرتبه الاولى اكيد نايت مير. بيظهر معانا بالجزء الرابع من فناف. مثل ما بنعرف انه نايت مير فريدي العادي واحد من اكثر الدمى مرعبه داخل اللعبه. شو رايك لو بدنا نسويه مخيف اكثر، مثلا اعطيه مظهر سوداوي ليصير نايت مير حقيقي، واضف له عيون حمراء مخيفه بتطلع علينا طوال الوقت، غير الطبقه الكبيره من اسنانه الحاده. فهذا الانيمترونيك يعتبر اكبر واسوأ من اي دميه ثانيه بكل الاجزاء حتى الان. هو عدواني وقوي جدا لدرجه انه لما بيظهر جميع الدمى الثانيه بتختفي بسبب قوته وخطورته. من الصعب ايقافه، لكن على الاقل رح يهاجمك. لوحده فيه يهجم من اي جهه من البابين، واذا سمعته عم يضحك فلازم تفحص السرير، وفيك تبعده عن طريق اضاءة المصباح، واذا حاول الدخول من الخزنة فلازم تغلقها بسرعة. يفضل لما تلعب ضده تكون مرتدة سماعات مشان تسمع اصواته وتحركاته مشان توقفه على الاقل. وبالنهاية لا تنسوا الاشتراك والسلام.